قال أشعب: جاءتني جارية بدينار وقالت: هذا وديعة عندك، فجعلته بين ثني الفراش. فجاءت بعد أيام وقالت: بأبي أنت الدينار، فقلت: ارفعي فراشي وخذي ولده فإنه قد ولد. قال: وكنت قد تركت إلى جنبه درهما، فأخذت الدرهم وتركت الدينار. وعادت بعد أيام فوجدت معه درهما آخر فأخذته، وفي الثالثة كذلك. ثم جاءت في الرابعة فلما رأيتها بكيت، فقالت: ما يبكيك؟ قلت: مات دينارك في النفاس. قالت: وكيف يكون الدينار نفاس؟ قلت: يا فاسقة، تصدقين بالولادة وأنه يلد درهما في كل يوم ولا تصدقين بالنفاس. وإلى يوم الناس هذا ما زال الناس يصدقون ما يحلو لهم فقط.